السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله راجعه لكم بوصفة جميلة جدا، علاج نهائي لحب الشباب. الوصفة عبارة عن لسيون في منتهى الجمال، مكوناته 3 مكونات بس، جميلة جدا. لو عندك حتى حبة واحدة بس تقدري تحطي على بشرتك منه. مع اللسيون دوت هنعمل ماسك برضو مكون من مكونين اتنين بس، الاتنين دول مع بعض هتلاقي بشرتك صافية وما فيهاش ولا نوع من حب الشباب. اول حاجة علشان نعمل اللسيون، اول مكون هحتاجه هو العسل النحل. عسل النحل ياريت يكون نوع عسل طبيعي، كل ما بيكون العسل كويس كل ما طبعا النتيجة بتكون افضل. العسل فيه شفاء للناس، ولازم لما نعمل الماسك ده نبقى عندنا يقين ان ان شاء الله فيه شفاء وهيعمل معجزات فعلا في البشرة. فاحنا هنحتاج معلقتين من العسل النحل، كمان هحتاج للصبار، زرعة الصبار، الالوفيرا من الحاجات الجميلة جدا. الزرعة دي انا مربياها يعني بقالي كتير جدا، حوالي سنة، وهي خلصتها كلها وطلعت تاني، يعني ما شاء الله طلعت تاني، بس طبعا لسه صغيرة زي ما انتوا شايفين. فانا هحتاج الاتنين منها. اول ما بقصها كده ببقى لازم احطها على مناديل علشان بتنزل مادة صفرة، والمادة الصفرة دي مادة سامة وانا مش عايزاها خالص. فاول حاجة لما تيجي تقصيها حطيها على مناديل وسيبيها حوالي نص ساعة. يبقى قلنا اول حاجة العسل، تاني حاجة الصبار، تالت حاجة الكركم. الكركم من الحاجات اللي بتنقي البشرة جدا. اي نوع كركم موجود عندك هنستعمل منه كمية صغيرة، من الحاجات اللي بتقضي فعلا على حب الشباب. لو انتي ما عندكيش زرعة الصبار تقدري تستفيدي بجل الالوفيرا او جل الصبار الموجود في الصيدليات، ده بيكون شكله بيتباع جاهز. اي نوع طبعا، كل ما يكون نوع طبيعي كل ما بيكون نتيجة افضل. تقدري تستعملي اي نوع متوفر عندك. وبالنسبة للناس اللي هتستعمل الصبار زي كده، دي الطريقة اللي احنا بنحصل عليه جل الصبار بيها، يكون كده على الجنبين فيه شوك بسيط، مجرد ان انا افتحه بالسكينة واقشرها، موضوع بسيط جدا جدا. وبتلاقي بقى من جوه اللي هو الجل ده، جل الطبيعي اللي انت كده ايه تكوني متأكدة منه، من الحاجات الجميلة جدا. الصبار من الحاجات اللي بتخش للمنتجات البشرة والشعر نظرا لفوائده، ودي المادة الهلامية اللي احنا عايزين نستفيد منها. طبعا لو عندك ورقة صبار كبيرة خلاص يكفي ورقة واحدة، ولكن زي ما قلت لكم انا الورق بتاعي لسه طالع فلسه صغير، فايه فهستعمل منه ورقتين. ادي الجل اللي انا عايزاه، بنزله كده بالمعلقة، وبكده بيبقى عندي حوالي معلقتين من جل الصبار. نفس كمية جل الصبار هي نفس كمية العسل النحل. نقول بسم الله وان شاء الله كده العسل فيه شفاء للناس بجد. العسل من الحاجات الهائلة جدا اللي ان شاء الله هتقضي على حب الشباب تماما. ولو قلتي مثلا العسل غالي او كده، اي حاجة بتتباع لحب الشباب بتكون غالية. فلما تكوني تعملي حاجة طبيعية بايديكي وحاسة فعلا ان شاء الله ان هي هيبقى فيها الشفاء، فيعني انصحكم جدا جدا ان تجربوا الوصفة دي، لانها فعلا مفعولها جبار. وده الليسيون بعد ما عملته حطيته في ازازة كده تكون صغيرة، وقت الاستعمال طبعا على بشرة نظيفة، وهتحطي منه الكمية دي. طبعا تقعد معايا كتير زي ما احنا شايفين، بيفرد كده على البشرة وبيكون خفيف شوية، يعني مش بيكون زي الماسك قوي. بنحطه على البشرة نص ساعة وبعدين بنغسله، والنتيجة جميلة جدا. من اول مرة هتلاقي في تحسن، تلاقي البشرة بتستجيب جدا للسيون ده، وان شاء الله هيكون فعلا علاج نهائي. تاني حاجة عايزين نعملها الماسك، والماسك ده لاصحاب البشرة الدهنية. هقول اصحاب البشرة الدهنية واصحاب البشرة العادية يعملوا ايه. اصحاب البشرة الدهنية هيجيبوا بس القرص الريفو او الاسبرين، وده بيكون شكله، وهيدقوه ويعملوه كده زي محلول في مية الورد ويحطوه على الحباية.
اما اصحاب البشره العاديه اللي تستحمل يعني يكون عليها دهون او كده هنستعمل الزبادي، يعني هنستعمل زبادي مع الريفو للبشره العاديه والريفو مع ميه الورد للبشره الايه الدهنيه. القرص بتاع الريفو بمجرد ان انا احطه في كيس كده وادقه، ومعلقه واحده من الزبادي على قرص واحد من الريفو. الوصفه سهله جدا، هنعمل الاثنين دول مع بعض، يعني يوم هتعملي اللوشن اللي احنا عملناه في الاول، ويوم تاني هتعملي الماسك اللي هو فيه الزبادي مع الريفو، او لو بشرتك دهنيه هتعملي الريفو مع ميه الورد. وبعدين الماسك ده هنحطه بس على المناطق اللي فيها حبوب، يعني لو عندك حبه او اتنين او تلاته طبعا هتعملي كميه صغيره. اهو نفترض ان الحته دي فيها حبوب، فهبتدي احط على الحبوب اللي عندي وهسيبها تنشف خالص حوالي نص ساعه برضو، وبعدين اغسل وشي. يبقى احنا بكده عملنا نوعين من العنايه اللي احنا هنعتني بيها ببشرتنا. لو عندنا حب شباب هنعمل الليسيون، وتاني يوم هنعمل الماسك اللي احنا عملناه مع بعض بالمداومة. ان شاء الله في خلال اسبوع واحد هتلاقي حبوب الشباب دي انتهت. وعن تجربة اتمنى ان شاء الله النهاردة الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون سهلة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.